هذا نقاش عمومي، هذا نقاش شعبي، اليوم كلشي كيناقش. والازمه راه ماشي ازمه محاماه وامتحان محاماه، الازمه اعمق السيد الرئيس. راه اي مباراه غتجي غيوقع فيها الاحتجاج، وسيصبح الفيسبوك هو من يحكم ومن يتحكم ومن يصحح بعينه النتائج. وهذا هو التخوف ديالي. انا كنقول الازمه كبيره، لكن في وقع المشكل الحقيقي، وقع المشكل الحقيقي ان وزير تحدث بواحد الخطاب شويه مستفز، حقيقه مستفز، خطاب متعالي، ولدي وانا والاسره الكريمه والمال والبنون. فهذا المنطق ما استفزنا شخص، انا باش استفزني، وبالتالي انا مع منطق احترام المؤسسات. وكنتمنى باسم الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه اننا نطالبوا بفتح تحقيق من داخل المؤسسات وبالمؤسسات، على الاقل باش نحاصروا هاد الزحف ديال الرقابه الشعبويه والرقابه ديال الفيسبوك، لانها رقابه ما غنقولش حاقده ولكنها بدون ضوابط. وانا مع يكون بشكل مسؤول فتح تحقيق في النازله من اجل انصاف الحقيقه، حتى ذوك الوليدات اللي نجحوا يعترفوا بانهم نجاحهم لم يكن مسروقا. وشكرا سيد الرئيس.